شنو يا جماعة؟ الباك ده هو المادة اللي بتفصل لي الطين، بتفصل لي الطين من الموية. يعني الموية تحت البحر لما تيجي داخل المحطة بكون فيها طين، الطين ده بكون عاوز يفصله من الموية. بتقوم مفروض الموية تدخل لي الشط طبيعي في المحطات كلها، بيكون في حوض زي ده كده، حوض. الحوض ده بيكون بتكون فيه الموية، بتاخد التجريح بتاع الباك. أول غلطة، أول غلطة في محطة النحيزي إنه عامل التوصيلة بتاعت التجريح بتاع الباك في الخط الجايب لي الموية من البحر، وده أكبر غلط. ده أكبر غلط ليه؟ لأنه أنت لما تجي الموية دي ممكن تجي في زمن الدميرة، وزمن الدميرة هو ده النيل الأبيض، لكن ممكن تجي فيه طحالب كثيرة، وبرضه فيه طمي، برضه فيه طمي. الطمي ده لما يجي فيه الموية دي والموية أخذت الجرعة تحت الباك، بيحصل تسريب، ترسيب. الترسيب ده يا جماعة ممكن هنا يقفل لنا الماسورة دي. إذا قفل لنا الماسورة دي، إحنا هنا هننظف الماسورة دي كيف؟ والماسورة دي جاية بتوصيلة من البحر لحد هنا، منها داخل التوصيلات بتاعت شنو؟ بتاعت الوحدات بتاعت المحطة، اللي هي الوحدات بتاعت أصوات أحواض الترسيب، والأحواض بتاعت شنو؟ بتاعت الكلاريفاير، اللي هو ده الحوض. منه نلاحظ في أي حوض في شنو؟ في موية داخلة، في موية داخلة للحوض، للأحواض الأولى في موية داخلة، اللي هي دي بتطلع يعني ده الدرين بتاع المحطة، كويس. دي هنا هو ذاته كيف يكون الدرين مع الموية الراجعة ذاته، يعني ما عارفة، كويس، يعني ما عارفة، كويس. لكن شنو دي هنا مفروض بتدخل، يعني مفروض الخط ده، يعني التصميم ذاته غريب، يعني هنا مفروض الخط ده بدخل لي الموية للأحواض اللي هي بتاعت التجريع. طيب بنجي هنا بنطلع، وده أول غلط، ده تاني غلط اللي هو هنا لما نجي نتكلم عن الحوض. أهي الموية دخلت هنا، ده الحوض بتاع التجريع بتاع المفروض الموية هنا بتجي داخلة. لاحظوا انه هنا ما في حركة بتاعت موية، مفروض الموية تاخد الباك هنا في المحلة دي، كويس. بعد ذاك بيحصل لها خلطي بطيء وخلطي او انسيابي، المهم انه مفروض تكون في حركة بتاعت، لاحظوا معي انه هنا ما في حركة بتاعت موية. يعني هسي المحطة دي ما شغالة، لانه اهو دي الاحواض الاولى المفروض بتدخل فيها المويه بتاعه البحر. مفروض المويه بتاعه البحر لما تيجي تدخل تمشي وين؟ تمشي للاحواض بتاعه شنو؟ بتاعه الترسيب. اول غلطه او ثاني غلطه في المحطه دي انه الوحدات بتاعه ذاتها ما في ممرات توديك انت من وحدة للتانية، يعني مفروض يكون المنطقة دي هنا يكون فيها ممر، لكن هنا عشان يقوموا يختصروا الحديد قاموا شنو؟ قاموا ما عملوا فيها ممرات. ده كله اختصار. بتتخيلوا انه الوحدة ذاتها ما بينها عشان العامل يجي يدخل المحلات دي، الشبك ده ما كان فيها، الشبك ده بنلاحظ له كان جديد. غير كده احنا لما نجي للشبك ده هسي كده بنجي نلقى حتى التركيبه بتاعته تركيبه عشوائيه جدا جدا في المقاسات، شايفينها؟ يعني الزول اللي اشتغلوا شغل عشوائي جدا جدا، ما شغل بتاع محطه. الكلام ده اللي اشتغلوا منه؟ الكلام ده جو اشتغلوه هسي على حساب العمره الشتويه اللي هو جا اشتغلوه ناس عصام وداعه. هنا انا بوجه سؤال لعصام وداعه، يا عصام وداعة انت جيت اشتغلت العمل الشتوية، هذه المحطة اذا استلموها من نهيزي الرفاعي مفروض انه عندها فترة ضمان، ما مفروض انت تشتغل
مستغلة يا مامون عوضوا يا نهيز الرفاعي من ضمن العمرة الشتوية وتدخلوا فيها القروش بتاعت العمرة الشتوية. طيب شوفوا هنا العامل عشان كان يجي يطلع في المحلة دي شوف هنا المسافة ما بين دي وما بين دي، المسافة ما بين هنا وما بين هنا قدر شنو العامل، ما في أي أدوات بتاع الحماية. جا هنا ديل على حساب العمرة الشتوية جو عملوا السيخ ده، السيخ ده عملوه بفوق، هسي أنا ماشية فيه السيخ ده بيتيجي تهري لي كرعيني لأنه معمول بطريقة عشوائية. كيف أنت بتعمل لك سيخ من فوق من فوق يعني ده المفروض يكون بتحت لذاك ومفروض ذاته يكون مغطى بيصاق عشان العامل يكون ماشي براحته، لأنه زي ما قلنا الوحدات دي ما في، يعني شوف هنا دي في كم وحدة، شوف الوحدات دي هنا في 9 وحدات كويس، عشان العامل يصل ال9 وحدات دي المفروض شنو؟ المفروض تكون في ممر ما بين الوحدات دي هو بيقدر بيمشي بيها، لكن هنا إلا يجي العامل ويطلع في محل البتاع ده ودي معاناة، يعني هسي أنا عشان أمشي المحلة دي أنا معانية معاناة شديدة جدا جدا عشان أجي أطلع من هنا، عشان أجي أمشي من الأحواض بتاعة التجريع للأحواض بتاعة الترسيب كويس، دي معاناة شديدة جدا جدا. غير كده هسي جاء تبع العمرة الشتوية ناس عصام وداعة عملوا الجدود دي، يا جماعة هسي الموية دي المفروض شنو؟ المفروض كانت تكون ضاخة وتصل لحد محل بتاع السبعات دي، تجي من هنا عشان تكوب كده، ده لما نيجي يغسلوا البتاعات دي ذاتها كويس، المفروض تجي تكوب من هنا عشان تقوم تمشي للوحدات بتاعتها كويس، عشان تمشي الاحواض بتاعت الترسيب، المفروض المويه دي تكون ماشيه كابه، هسي ما في مويه كابه معناها شنو؟ المحطه ما شغاله، وعشان يجي يغسلوا الاحواض دي كلها المفروض المويه شنو؟ المفروض المويه تكون يعني باختصار هسي المحطه كده ما شغاله كويس، دي المحطة بتاعت الصالحة اللي بيقولوا هسي هي مفروض انها هي اشتغلت، مفروض هي دخلت، مفروض هي دخلت الخدمة بتاعت الهيئة كويس. نجي للمحل زي ما قلنا المحطة في الحالتين، اذا يعني في الحالتين يا مامون عوض في تجريم هنا وفي فساد منكم انتوا وفي مضارة من الفساد، واحنا قلنا المضارة من الفساد ده هو داخله فيه لجنه ازاله التمكين ناس وجد صالح بالتحديد. ليه؟ لانه الصيف الفات او مش الفات قبل الفات تذكروا لما كان حصل وجو ناس حميتي للمحطه دي والناس كان ظاهرت، لما جمعاهم يوسف الضي هنا الوالي كان الناس ديل شالوا الملف بتاع الصالحه دي وادوه لناس وجد صالح. ليه الملف ده ما اتفتح من الزمن ده؟ وقبل ما الملف يتفتح ليه يجي حسي ايمن نمر يعين مامون عوض ومامون عوض يدخل يده في صيانه في المحطه دي وصيانه على حساب العمله الشتويه؟ من الحاجات اللي دخلوها صيانه ثاني انه جو يعني جو دخلوا يده في شنو؟ المواسير دي، جو عملوا تعديل في المواسير ده كله على حساب شنو؟ على حساب العمرة الشتوية. يدخلوا العمرة الشتوية هنا ليه؟ في محطة الصالحة، محطة غيز الرفاعي المحطبة، ليه؟ ما في أي سبب يخليهم يدخلوا يدينهم في المحطة دي. المحطة دي مفروض حسي اللي بيحصل شنو يا ناس لجنة إزالة التمكين؟ مفروض تشيلوا قروشة قرش قرش من غيز الرفاعي وتدخلوه سي. لكن أنتوا ما حتعملوا كده. تمشي الحق يحصل دي الفلاتر. باختصار كده انه هذه المحطة ما شغالة، المحطة بتاعة الصالحة، لانها هسي مفروض الفلاتر دي كلها تكون شغالة وكابة موية كلها من هنا والموية ماشية وين؟ ماشية ليه؟ مفروض تكون الموية من تحت، يعني الفلاتر دي مفروض كلها تكون ماشية وتكون الموية ماشية للمخزن. دي المحطة، وهسي يعني انا شيل عرفته ممكن المخزن ده يتملي بحبة المويه دي، لكن ممكن يتملي في يومين في 3 يوم، بيفتحوا الينايف يحطوه في الدول الناس وبيقفلوا يعني باختصار المحطه ما شغاله. نيجي نشوف المشكله الثانيه في الفلاتر، المشكله الثانيه في الفلاتر نيجي نشوف الفلتر والمسافه السعه بتاعته، يعني الفلتر ده ممكن يكون اكثر من 10 امتار كده حاجه زي دي كده كويس،
العمق بتاعه كويس، يعني الفلتر ده عشان يجي يغسل، عشان يجي يغسل الفلتر ده داير قدر شنو مويه من المغسل، يعني التصميم بتاع الفلتر ذاته غلط، لان ما انت حتى عشان تغسل التسعه فلاتر دي لازم تغسل المغسل كله، لا تغسلها ما في فلتر يكون الطول بتاعه قدر ده هنا، عشان انت عندك مشاكل بتاع بوي ومحطه كلها تنتج لك 15000 متر مكعب عامل فيها تسعه فلاتر عشان تغسل التسعه فلاتر بالمويه بتاعت المغسل. الحاجه الثانيه الفلاتر ما عندها نظام بتاع باك واش، يعني الباك واش ده شنو؟ الباك واش شايفين الطحالب، شايفين الطحالب في الطين دي، الطحالب في الطين دي بيقوموا المفروض بيدوها هواء من تحت، الهواء ده بينفض لك الطين ده كله، لما ينفض لك الطين ده بيخلخل لك الرمله دي، لما يخلخل اللي هي دي بنسميها دي الرمله، يعني هل هسي الباك ووش بيخلخل لنا البتاعات الثنائي كويس؟ المفروض تكون في طبقه بتاعت رمله فوق كويس؟ وين هسي الكلام ده كله عشان تيجي تتخلخل، عشان بعد ذاك يجي يديها هواء عشان تطلع لنا المويه بعد ذاك بواسطه المثلثات دي، بتجي من هنا ومن هنا بتمشي وين؟ بتمشي الدرين، والمويه دي المفروض يعني دي هسي بتعمل زي المصفى بتحت، بتمشي وين؟ بتمشي ايه المصفى. حس نلاحظ انه الفلاتر ما شغاله ودي دايما نجيله، دي دايما نجيله، وزي ما قلنا ما فيها اي نظام بتاع شغل بتاع غسيل بتاع فلاتر. يعني باختصار المحطه من هنا كلها ضاربه انها شغاله. يعني شوف حتى دي، يعني هسي الواحد عشان يعني لاحظ انه زي ما قلنا ما في ممرات الناس تشتريها، وحتى الممرات يعني انت ممكن تعمل لك سيف فوق عشان شنو؟ عشان الزول سيف زي ده عشان الزول يجي ماشي فيه، يعني يعني كيف يعني هسه انا اجي ماشي فيه؟ يعني عادي ممكن الواحد كراعه تستوي تتكسر، ممكن تحصل اي حاجه، ممكن يقع، يعني هسه شوف المسافه من هنا، المسافه من دي لدي كده خطوه، يلا في الحله مهمه، يعني دي كده شايفين ما في، يعني المويه المويه راكده، المويه راكده ما متحركه، ده بيوريك انه هي المحطه ما شغاله. طيب نهيسي بيجي بيفتح بلاغ فيني انا كل شان السمعه، وانا قلت هو فاسد، يعني انا ما عارفه الفساد هو شنو. طيب دي هنا وحده، هنيجي نمشي دي الوحده الاولى، هنيجي نمشي اي وحده عشوائي،